bukan dia kata. Yazid bunuh Sayyidina Hussein. Dia tak terbukti. Lepas tu orang itu sebut Yazid ni kaki botol lah, macam-macam lah, suka menari-nari dengan perempuan lah, berpoya-poya. Tak ada Pak Sahih. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفى سنة 1270 من الهجرة، مفتي بغداد ومرجع أهل العراق ماذا في زمانه، قرأه وصححه محمد حسين العرب المجلد الرابع عشر. هذا المعنى أشار إليه صفحة 108 و109 و110 وبعد ذلك في ذيل الآية 22 من سورة محمد صلى الله عليه وآله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. انظروا ماذا ينقل العلامة الآلوسي هذا المفسر الكبير من علماء السنة والجماعة ومن مدرسة الصحابة، وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء. التفتوا جيدا يا علماء، من الواضح ليس علماء مدرسة أهل البيت، ليس علماء الشيعة، وإنما علماء من؟ المسلمين عموما، علماء مدرسة السنة، مدرسة أهل السنة والجماعة. جزموا بكفر يزيد، وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء، منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي، وسبقه القاضي أبو يعلى، وقال العلامة التفتزاني لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه أساسا، لا نتوقف أنه آمن أو لم يؤمن، لم يؤمن. لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه، ثم يشير إلى باقي ماذا الكلام في هذا المجال. وهكذا يقول في صفحة 110، بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت في ذيل هذه الآية، يقول وأنا أقول، من يقول؟ الآلوسي يقول وأنا أقول الذي يغلب على ظني أن الخبيث، مراد من الخبيث من؟ يزيد، لأنه حديث عمن؟ في صفحة 109. وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه، والطامة الكبرى في صفحة 109 من هذا التفسير المجلد الرابع عشر، يعني في ذيل الآية 22 من سورة محمد صلى الله عليه وآله، والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين، ثم يأتي ويقول بأنه ماذا؟ لا راضيان بل بكى إلى غير ذلك. أنا ما أعلم التدليس، إما أن تقولون أن الإنسان جاهل وقعا يكتب وهو لا يعلم، وذاك بحث، إذن كيف صار شيخ الإسلام؟ وإما أن تقولوا أنه عالم ويعرف هذه الأمور، إذن كيف يقول هذا الكلام وهو أنه ماذا؟ أنه لم يكن راضيا بقتله ولا أمره بل بكى. انظر تتبعه السيد لم كأدان إبر الشيحة تضن المسلم لم يبر إجراء يبيل وتضن dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, jadi umat dalam perjalanan dia sebenarnya oleh puak-puak Syiah. انظر والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام، واستبشاره بذلك، استبشر عندما سمع ماذا؟ بقتل الحسين، وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه. هذه الأمور يعني أنه استبشر بقتل الحسين ورضي بقتل الحسين، و
وأهان أهل بيت الحسين وأهل بيت النبوة. هذا مما تواتر ماذا؟ مما تواتر معناه. وإن كانت تفاصيله أحادا، نعم بعض الخصوصيات هذه ماذا؟ أخبار أحاد. ونحن نعلم أن خبر الواحد أيضا حجة في مثل هذه التفاصيل، لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى ولكن المجموع لا شك أن يزيد ماذا فعل؟ كان راضيا بقتل حسين، مستبشرا بذلك، مهينا لأهل بيته. وفي الحديث ثم يبدأ ببيان ماذا؟ أنه يجوز ماذا؟ يجوز لعنه أو لا يجوز لعنه. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت ينظر ماذا ينقل الآلوسي في روح المعاني، العلامة الكبير الآلوسي الذي هو من أعلام مدرسة أهل السنة والجماعة، ولا ريب أنه من أهل السنة والجماعة، ولم يشك أحد أنه من أهل السنة والجماعة. يقول: واستدل بهذه الآية، يا آية الآية 22 من سورة محمد، واستدل بها أيضا على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحق. نقل البرزنشي في الإشاعة والهيتمي في الصواعق أن الإمام أحمد، يعني أحمد بن حنبل الذي يدعي الشيخ ابن تيمية أنه ماذا من أتباعه، أن الإمام أحمد بن حنبل، أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال: كيف لا يلعن من لعنه الله في كتابه؟ فقال عبد الله: قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد. فقال الإمام: إن الله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد. ثم يقول: وذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين في